لما حدثت نكسة 67، أنا كشاب وقتها وكرجل يعني يتعامل مع الكلمة كأديب، كان إحساسي بالنكسة مضاعف، ويعني جعلني إن أنا حتى أيام حرب الاستنزاف، وهذا ما لا يعلمه البعض، أنا بدأت مشواري كمراسل حربي من أيام حرب الاستنزاف، إنما ما كانش باسم المراسل الحربي. أنا كنت أعرف إن فيه اشتباكات في الجبهة، ألاقي نفسي واخد جهاز النجرة، جهاز التسجيل الإذاعي، ما تلحقوش أنت حاجة شيلة كده، وطلع بيه على الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وأعمل تسجيلات هناك وأرجع بالليل أو تاني يوم. وبالتالي لما أنا شفت أن من خلال حرب الاستنزاف إحنا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لاستعادة الأرض والكرامة، أنا كنت بقى أترقب لحظة بعد لحظة متى تندلع شرارة حرب أكتوبر المجيدة. أذكر أن يوم 6 أكتوبر الساعة 1:30 2:15، أنا كان عندي برنامج وأنا كنت توقفت عن عملي كمذيع تنفيذ وقارئ النشرة إلى آخره، إنما لقيت استوديو الهواء بتاع صوت العرب جنبنا، فكانت موجودة الزميلة ميرفت رجب اللي بقت رئيسة التلفزيون بعد كده. فدخلت فقلت لي إيه، خطوة سعيدة ما بشوفكش بتجي هنا وبتاع. المهم قعدت أتكلم معاها، وإحنا بنتكلم لقينا موظف جاي من مراقبة الأخبار وجاب لها البيان بتاع الحرب. فهي قرأت الكلام وبصت لي وقالت لي حمدي أنت كنت عارف إن أنا البيان ده هتذاع؟ أنا لا أدعي طبعاً ولا أزعم إن أنا كنت عارف، إنما يمكن بإحساس. وفجأة طلعت جري على الدور الخامس حيث مقر رئيس الإذاعة بابا شارو وقت أذن، وقلت له بابا أنا عاوز أطلع مراسل حرب. فبص لي كده وحرك نظارته بطريقته وصوته الهادي، قال لي يا حمدي أنت فاهم يعني إيه تروح للحرب؟ قلت له أنا فاهم، وأنا بالمناسبة أنا كنت بطلع طول أيام حرب الاستنزاف، وأنا ممكن أطلب استدعائي للقوات المسلحة. فأنا طالع. فهو مسك التليفون وكلم مين؟ وزير الإعلام وقت أذن، كان هو نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الدكتور عبد القادر حاتم رحمة الله عليه، وقال له يا فندم احنا هنطلع مراسل حربي للجبهة وفلان وفلان وبتاع. والوزير طبعا يعني أسعده الخبر جدا طبعا. وعلى الفور بدأت دوري اللي أنا معتز به تماما.